ازيكم يا سنة تالتة؟ عاملين ايه حبايبي؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هناخد الدرس التاني من الوحدة التالتة، وهو هيبقى اخر درس عندنا في المنهج. هو مزمور 103، الاعداد من 1 لـ3. دي هتبقى المحفوظة التانية اللي المفروض نكون بنحفظها حلوة اوي. ايه هي بقى الايات اللي عندنا اللي المفروض نحفظها؟ أول آية بتقول: باركي يا نفس الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. يعني ايه؟ يعني نحمد ربنا على كل الحاجات اللي هو بيديهالنا، بس مش نحمده مجرد كلمة أنا بقولها أشكرك يا رب وخلاص، لكن أبقى من جوايا أنا حاسس بقيمة الحاجات اللي هو بيديهاني، مهما كانت بسيطة، لكن أنا من قلبي أنا بشكره وأنا فرحان إن هو بيديني النعم دي مهما كانت بسيطة. الآية التانية: باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. المفروض إن أنا أفضل دايما فاكر العطايا اللي ربنا بيديهاني مهما كانت بسيطة من وجهة نظري أو حاجة عادية، لكن هي نعمة من نعم ربنا وعطية من العطايا بتاعته اللي هو بيديهاني. زي ايه مثلا؟ زي ان انا كل يوم ابقى قادر اصحى من النوم وانا صحتي حلوة، دي نعمة كبيرة جدا من ربنا. زي مثلا ان انا اقدر انزل كل يوم علشان اروح مدرستي او علشان اروح الكنيسة احضر مدارس الاحد. احنا الفترة دي كلنا قاعدين في البيت مش قادرين ننزل، فحسينا بقيمة ان احنا كنا بننزل كل يوم علشان نروح المدرسة او علشان نروح الكنيسة. دي نعمة كبيرة جدا وجميلة جدا المفروض نشكر ربنا عليها. زي مثلا ان انا عندي اصحاب بيحبوني وبحبهم، دي حاجة حلوة قوي ربنا مدهاني ان انا في محبة من الناس ليا. زي مثلا ان انا قادر اتنفس، قادر اشوف، قادر اسمع، كل دي نعم من نعم ربنا، مهما كانت في نظري ان هي حاجة عادية جدا وحاجة بسيطة جدا، لكن هي نعمة كبيرة قوي المفروض ان انا ابقى بشكر ربنا عليها من كل قلبي ان هو مدهاني، وابقى فرحان ان هو مديني النعمة دي وما انساهاش ابدا. الآية الثالثة: الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك. ربنا لوحده هو اللي يقدر ان هو يغفر كل الخطايا اللي احنا بنعملها، ذنوب هنا يعني خطية، وهو بس اللي يقدر انه يبقى بيشفي اي مرض ممكن يصيب اي حد. هنقولهم تاني مع بعض: باركي يا نفس الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك. 3 آيات سهلين خالص بساط، هنقسمهم واحدة واحدة، هنحفظ آية آية زي ما كنا متعودين ان احنا بنعمل في الحصة، وبعد كده نسمعهم بينا وبين نفسنا الـ3 آيات مع بعض. أتمنى تكونوا فهمتوا الآيات. دي كانت آخر حاجة وآخر درس عندنا في المنهج بتاعنا.